السلام عليكم متابعي عشاق خياطة وتفصيل، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. في الفيديو ديال اليوم غادي نعاود لكم الشرح ديال طريقة الخياطة ديال هاد الكاب بليزر اللي شفتو في الفيديو السابق. في الفيديو السابق كنت حطيته أول بعد المرة الأولى وكنت محاولي منه شي مقاطع ماكش انتبهت ليهم أثناء المونتاج، ما انتبهتش ليهم تحطيته، بقيتو كتقولوا لي راه ما كاملش، ورجعت حيدته وعاودت درت المونتاج وحطيته، وبزاف منكم جاتهم الطريقه ديال الخياطه ما مفهوماش. كنظن ان حيت الثوب كان اللون ديالو مغلوق، وزياده في الماكينه ما كتبانش الخياطه، ماشي بحال الشرح على الثوب على الطاوله. ماشي مشكل، كي شفتوا طريقه الخياطه ديال التفصيل ديال الباترون راه سهله جدا، يعني بسيطه. دابا غنعاود نشرح لكم الطريقه ديال الخياطه هكذا على الطاوله. غادي طريقه الخياطه راه سهله جدا، يعني هو غادي يبان لكم بسيط صعيب عفوا، ولكن هو راه بسيط، يعني هذا ولا تيقولوا له السهل الممتنع، يعني راه كيبان لكم صعيب ولكن هو راه ساهل. لا في الفصله ديالو شفتوها بسيطه، وكذلك الطريقه ديال الخياطه ديالو ابسط ما كاين، يعني انتم غتشوفوا معايا. اذا كي شفتوا هذا هو الكاب اللي كيجي من الفوق، وهذا هو الكورساج الاساسي ديال الامام، ديال الامام والظهر. اول حاجه كديروا كي قلت لكم منين كتفصلوا ضروري في هاد المناطق هادو ما تكرانيو، يعني هذه هي اللي غتركب على الدوره ديال التركيز الامام لهنا حد المنتصف، يعني هنا في البياسه ديالكم تكونوا محددين المنتصف ديال التركيز في الامام، لانه كيتركب على الامام. هذه هي الطول ديالكم، راني شرحت لكم كتحددوا هنايا هاد النقط هذه، وهذا الكتف كنحددوه، وهذه الدوره ديال العنق ديال الظهر كتحددوه من هنايا، وكذلك من الجهات الاخرين بحال هكا. صافي، دابا غادي نجيبوا اول حاجه كي قلت لكم كتجيبوا الامام كتخيطوا له داك التبطين، هذه راها كانت واضحه يعني بلا ما نعاودوا نشرحوها. كنخيطوا التبطين ديال الامام وكنقلبوه كنحطوه جانبا، كنخيطوه غير من هنايا لهنا، وهاد القط وهاد الجهه السفليه ما كنخيطوش من الكتف، كنخليوه كنقلبوه. كنجيبوا الظهر، ها هو انتبهوا معايا مزيان راه سهل. كنجيبوا الظهر كنحطوه بهذا الشكل هذا، بحيث الوجه هو يكون هو هذا والظهر ديالو يكون على الطاوله، وهذا يكون الوجه ديال الثوب. وكنجيبوا الكاب وكنحطوه بهذه الطريقه بحيث الوجه يكون هنا، يعني الفوق هذا الوجه ديال القطعه ديال الظهر، وهذا الوجه ديال الكاب. كنحطوه بهذه الطريقه هذه، وكنحطوا الكتف مع الكتف بهذا الشكل هذا. كنجيبوا قطعه ديال الامام بحيث نحطوا الظهر الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الكاب بهذا الشكل هذا، وكنحطوه بهذه الطريقه هذه، وكنخيطوها. انا غادي نثبت لكم بالبنكه هنايا باش تشوفوا. صافي، كنخيطوا الكتف، كنجيبوا هاد الدوره ديال التركيز اللي غتخيط لنا مع هاد المنتصف ديال التركيز، هذا هو الوجه ديال الثوب وهذا الوجه ديال الثوب، وكنخيطوها بهذا الشكل. كي شفتوا هاد التقنيته هذه، هاد الزاويه اللي كتجي بحال زاويه قائمه هنايا، هي اللي غادي تعطينا داك الكتف واقف. ولا بغيتوا داك الكتف يزيد يجيكم، يعني يجيكم الحجم ديالو واقف، كديروا لي زيبول، راكم عارفين يعني داك الاسفنجات اللي كيداروا في الكتف. نعاود نشرح لكم، ها انتما كي شفتوا خيطنا الكتف، دابا غادي نخيطوا هاد التركيز. كنجيبوه بهذه الطريقه هذه، بهذه الطريقه هذه، وكنخيطوه كنحطوا الوجه على الوجه بحال هكا، وكنخيطوه بهذا الشكل هذا. ها انتما كيشتو شتو ملي كتقلبوه، ها هو كي كيجي، كيجي هذا الكتف وهذه الدوره ديال التركيز، يعني هذا هو اللي كيغطي لكم. نفس الطريقه نجيو للجهه الثانيه، نحطوا الكتف مع الكتف، ونجيبوا كذلك الامام، كنحطوا الوجه على الوجه، وكنحطوا هنايا الكتف، وكنخيطوا الكتف بالماكينه ديال الخياطه. بهذا الشكل هذا نجيبوا هاد الدوره ديال التركيز، نخيطوها مع هاد الدوره ديال التركيز هذه بهذا الشكل هذا. شتو الطريقه راها سهله غير في الفيديو، حيت يمكن على الماكينه واللون ديال الثوب ما كانش كان غامق. وهالطريقه انا كنت كنديرها في الاول كنشرح لكم على الطاوله طريقه الخياطه، ولكن بزاف كانوا كيتشكاو منها
وليت كندير لكم في الماكينه. اما هذه الطريقه هذه راها سهله، يعني كتكون الشرح فيها واضح. كي شفتوا خيطنا الكتيف وخيطنا جبنا هذا، خيطناه مع الدوره ديال التركيز. ها نتوما كي شفتوا منين غادي نطلقوه، ها هو شنو بقى لينا. بقى لينا الدوره ديال العنق. كي شفتوا الامام ما فيه ما يعني ما غاديش امام عنده العنق ديالو بوحديته. الظهر والكاب كي غنديروا نخيطوا هادو، ما يمكنش نخيطوهم بهذا الشكل هذا، غادي نخيطوهم بهذا الشكل هذا الا كنا غنديروا التبطين. والتبطين بالنسبه للتبطين ديال هاد الكاب وديال المعطف ان شاء الله غندير لكم في فيديو خاص، غير صبروا عليا قريب ان شاء الله غادي ندير لكم الطريقه ديال التبطين اللي تبقاو تبطنوا بها اي فيست اي حاجه بغيتوا. اذا كي قلت لكم مادام ما غنديروش التبطين فما يمكنش نخيطوه من هنايا، غادي نقلبوه بهذا الشكل هذا ونجيبوا العنق هكا. هانتوما كي شفتوا دابا هذا هو الوجه ديال التوب، هذا الوجه ديال الامام وهذا الوجه ديال الكاب وهذا الوجه ديال الظهر، باش ما تجيناش الخياطه هنايا باينه واخا تكون فيها السرجي اولا كتجي الخياطه هنا باينه. غادي نقلبوا الكاب بهذا الشكل هذا ونجيو للجهه الداخل، يعني الجهه اللي بين الكاب والظهر، وغادي نديروا له بحال هذا الشكل هذا وغادي نخيطوه بحال هكا. هانتوما كيف ما شفتوا خيطناه، منين غادي نقلبوا كتجي الخياطه من هنايا من الداخل مفينيه، وكتبقى العيب ديال الخياطه مغطي هنايا بين الكاب والظهر. اذا كيف شفتوا هانتوما ها هو الكاب. دابا منين غادي نقلبوه على الوجه، عفوا من بعد قبل ما نقلبوه، نسيت ما قلتلكمش الطريقه ديال الخياطه ديال الجوانب بحال هكا. صافي كنكونوا قلت لكم خيطنا الظهر وخيطنا هذا التركيز، خيطنا كل شيء، غادي تجمعوا بحال هكا الكاب لهاد الجهه وتجيبوا القطعه ديال الظهر على هاد الامام وتخيطوا الجوانب. ها انتم كي تشوفوا سمحوا لي الاضاءه، كتخيطوا الجوانب من هنايا بهذا الشكل هذا. الكاب ما كيتخيطش كيبقى من الفوق، كتخيطوا غير الجوانب. بحال هكا نفس الطريقه غادي نديروا الجهه الاخرى، كنحيدوا الكاب لهاد الجهه وكنجيبوا القطعه ديال الامام كنتنيوها بحال هكا ونحطوا على القطعه ديال الظهر. كيف شفتوا هذا الوجه مع الوجه، وغادي نخيطوا الجوانب يعني اكثر من هذا الشرح هذا راه ما كاينش. هذا الشرح يعني صافي واضح مبسط لاقصى درجه. وبالنسبه للثوب كنعتذر نسيت ما ذكرش شحال ديال الثوب والنوعيه ديال الثوب. غادي تحتاجوا ديال الثوب بهذا الموديل هذا اللي كيجي قصير يعني بحال هذا اللي في الصوره، غتحتاجوا 2 متر ديال الثوب. كان اكثر من هذا يعني حتى الركبه غادي تحتاجوا 2 متر ونص فما فوق. اذا كي شفتوا بحال هكا دابا غادي نقلبوا صافي، كنقلبوا بهذا الشكل هذا. ها انتم كي تشوفوا ها هو مخيط من هنايا بهذا الشكل هذا بحال هكا صافي. والكاب كيجي من هنايا، هذا هو كيجي مغطي لكم بهذا الشكل هذا، وهذا كذلك كيجي مغطي لكم بحال هكا. كيجي هذا الشكل هذا. كي قلت لكم الا بغيتوا الكتفان يجيكم واقفين غديروا من الداخل داك لي زيبول وكديروهم باش كيجيكم واقفين صافي. وكي قلت لكم بالنسبه لطريقه الخياطه ممكن تخيطوا خياطه غير سنتيم رقيقه ما تجيش باينه غير بالماكينه بلا ما تحتاجوا ديروا داك الفيزلين، يعني الا لقيتوا فيه شي صعوبه اولا بلا تخفتوا يعذبكم تخيطوا عادي هنا في الامام كيكون داك التبطين صافي. وهنا الدور بخياطه عاديه راه كيف ما شفتوا. وبالنسبه للنوع ديال الثوب فممكن ديروا اي ثوب، يعني الثوب اللي كيجي في هذا الكاب بليزر، يعني اما الفيس اما الثوب ديال لي فيست يعني لا طوال، او كاين
التوب اللي بس فيهم انواع بزاف، اولا التوب ديال المعطف الكشمير اللي بغى بالنسبه اللي بغى يديروا يعني الفصل ديال البرد. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انكم تبارطاجيوه وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم هكذا باش تحمسوني وتخليوا لي التعليقات ديالكم وكذلك لي جيم ديالكم. ملي كنشوف التفاعل قليل على شي فيديو فهذا كيخليني انا نفقد داك الحماس وكان يعني كنعجز نزيد نحط شي فيديو. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.